أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات في هذا اليوم، يوم الثلاثاء السادس من شهر فبراير لعام 2024 للميلاد، ضمن انطلاقات هذا السباق المحلي السابعة في مرحلته الثانية، حيث نصل أيها المشاهدون الكرام إلى هذا اليوم وإلى هذا السن المميز، سن الكبار، ولهذه الفئة، فئة الثنايا، وانطلاقة هذه الدولة للأصايل التي تحضر على أرضية هذا الميدان. سن المسافة الطويلة والثمانية كيلو مترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الدولة للأصايل. شوطنا ينطلق بأسمائه، مقدمة الشوط المركز الأول نتابع مغادر راشد بن سعيد بن راشد بوضح المري، شوط الثنايا القعدان المركز الثاني، نتابع في هذه الأثناء غازي لبدر بن عبد الهادي بن انديلة الشيبة قادم في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثالث نتابع الحضور والانطلاق، هذا الانطلاق المميز ما شاء الله تبارك الرحمن، حضور وانطلاق معالج علي بن محمد بن سعيد المري الحاضر على المركز الثالث يقدم لنا اسمه وحضوره. المركز الرابع النقلة والدورة يا متابعون للي حامل الرقم 4 يحضر في هذه اللحظات كفو سعد بن عبد الله بن مجلي الجاسم، في هذه اللحظات يتقدم ويتسلل إلى المركز الثالث. المركز الخامس حامل الرقم 17 يحضر معاند مسعود بن محمد بن قطام المري، هكذا هي النتيجة. للخمس المراكز الأولى الأسماء المميزة التي تبحث عن المجد التليد، عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، من يحضر بهذا الأداء الممتاز مع هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الذي نشهدها هنا على أرضية ميدان الشحنية، الأجواء الباردة هنا على أرضية ميدان الشحنية وعلى هذه الظلال الأصايل التي تتراقص على أرضية ميدان الشحنية، جوهرة ميادين السباق في يوم خصص لسن الثنايا، وسوف نكشف نحن وإياكم خفايا وأسرار هذه الذلال الأصايل بما تخفي لنا في هذا اليوم من أداء مميز وبحضور ممتاز. العودة إلى مجريات الشوط وإلى المقدمة، هنالك حوار ثنائي ما بين راعي كفو وما بين راعي مغادر في هذه اللحظات، من الذي سوف يغادر بالناموس الغالي؟ ينطلق راعي كفو على المركز الأول سعد بن عبد الله بن مجلي الجاسم، ولكن الملازمة هناك من الجانب الأيمن، من يحضر هذه المنافسة ند لند في هذه اللحظات؟ يحضر مغادر راشد بن سعيد بوضح المري الحاضر على المركز الثاني، واستلام الله يا هذه الأسماء، انطلاقة من الجانب الأيمن من قبل مغادر في هذه اللحظات، ولكن صراعا من قبل كفو سعد بن عبد الله بن مجلي الجاسم. المركز الثالث نتابع من ضم إلى المنافسة، بدأ بالمشاركة في هذه اللحظات وحضوره تحلو المنافسة هنا مع غازي، غزاهم غازي عبدر بن عبد الهادي بن زيد بن مديلة الشيبة، في هذه اللحظات يقدم لنا حضور غازي، بينما من الجانب الأيمن الله يا هذه الأسماء، هذه اللحظة المميزة، هذه الصورة الجميلة، لوحة فنية تراثية هنا على ميدان الشحنية يلتقط لنا مخرجنا العزيز، ثلاثة مراكز بل أربعة مراكز تبدأ بالمنافسة هنا مع نصف المسافة بحضور هذه الشعارات المميزة،
حاضر محالج علي بن محمد المري يقدم لنا محالج من بدأ يعالج الموقف في هذه اللحظات ويستلم زمام الأمور بعد حوار بعد شد وجذب من قبل مغادر ومن قبل كفو، ولكن ينطلق محالج على المركز الأول ويعالج الموقف علي بن محمد بن سعيد المري على البداية الأولى. المركز الثاني يا سلام أبو راس علوم اليوم غادر راشد بن سعيد بوضح المري الحاضر على المركز الثاني يقدم لنا اسمه، بينما المركز الثالث يا مخرجنا العزيز في هذه اللحظات الاسم الحاضر يحضر في هذه اللحظات غازي وشعار غازي، هنالك بدر بن عبد الهادي بن زيد بن نديلة الشيبة في هذه الأثناء يحضر ويتقدم، ولكن بانقطامي من الجانب الأيمن بادئ بالحضور في هذه الأثناء معاند ومسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري القادم في هذه اللحظات، اتسلل إلى المركز الثالث من المركز الرابع. المركز الخامس يحضر في هذه اللحظات دلهام حمد بن فرام بن علي بن حمد المري قادما منضم إلى المنافسة بأول ندى لحضور شعار بن فران بحضوره المميز في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى معالج علي بن محمد بن سعيد المري على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بانقطام ينضم إلى المنافسة من الجانب الأيمن في شوط الثنايا بحضور هذه الثنايا المميزة يحضر من الجانب الأيمن وينطلق معاند مسعود بن محمد بن قطام المري حضر في هذه اللحظات. مرحبا مرحبا بشعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يقدم لنا خصوصي في هذه اللحظات، اسم مميز يحضر خصوصي في هذه الأثناء وينطلق إلى المركز الأول بانطلاقة مميزة في هذه اللحظات وبرخصة عمومية يستلم بها زمام الأمور خصوصي في هذه اللحظات. المركز الأول. المركز الرابع حضور شعار حمد بن فران بن علي بن حمد المري يقدم لنا دلهام وأداء دلهام. المركز الخامس الحاضر مغادر راشد بن سعيد بوضحة المري في هذه الأثناء بدأت تتضح الأمور تقريبا بحضور هذه الأسماء المميزة وبهذا الكم الهائل من الأسماء الحاضرة اللي وصلتنا في هذه اللحظات. الله أتممنا على مسامعكم هنالك النداء لهذه الأسماء لهذه الجواهر التي تحضر على أرضية ميدان الشحانية. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المسند وشعار خصوصي في هذه اللحظات ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وبمتابعة المغامر السعيد بن بطي الزعبي من يتابع لنا حضور وانطلاق خصوصي على المركز الأول. يحضر المغامر فتحضر المنافسة يحضر المغامر فتحضر المغامرة في هذه الأثناء في هذا الشوط من يتابع لنا خصوصي. المركز الثاني الحاضر معالج علي بن محمد بن سعيد المري أيضا بن فران حمد بن فران بن علي بن حمد المري يقدم لنا دلهام وحضور دلهام القادم على المركز الثالث. المركز الرابع من اللي وصلنا من الجانب الأيمن أتابع الحضور من قبل معيار حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي
الحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا حضوره وانطلاق هنالك الحاضر معيار، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى خصوصي. يا سلام ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ولكن دير لي بالك يا المغامر، الاسماء حاضره، الاسماء عينها على المقدمه، بدات بالاقتراب، بدات بالمنافسه، بدات تنكشف خفايا واسرار هذا الشوط في هذه اللحظات. الناموس لمن هنا مع اقترابنا مع المنحطف الاخير الى الاتجاه الى المقصوره الرئيسيه. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الحاضر حاضر شاهين راشد بن ناصر الحباب الهاجري، ولكن خصوصي قائد للمسير الزحبي في هذه اللحظات. المسند ينطلق، معالج يحضر، علي بن محمد بن سعيد المري، وكذلك هنالك معيار حمد بن حزام بن راشد الزحبي يقدم لنا معيار خصوصي عود، والحاضر غزيلان عتيق بن حمد بن محمد بن قريح الحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا غزيلان بن قطامي قادم، ولكن العودة إلى معيار إلى خصوصي. أي صراع، انطلق معيار حمد بن حزام بن راشد الزعبي اللحظات الأخيرة مع هذه الانطلاقة المميزة. الله 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 الله، الأمتار الأخيرة النهائية، انطلاقة معيار حمد بن حزام بن راشد الزعبي، بطل 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 بطل، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والناموس. المركز الثاني خصوصي ناصر بن عبد الله، المسند المركز الثالث، المركز الثالث والرابع والخامس لحظات، ونتعرف نحن وياكم على الأسماء الحاضرة. شعر فران أو عتيق بن حمد بن قريع المري يبدو لي أنه المركز الثالث مع غزيلان، ولكن بالعادة الإفادة. أيها المتابعون، هذا هو ملخص هذا الشوط. شاهدتم معيار حمد بن حزام بن راشد الزعبي بطل هذا الشوط بهذه السرعة الجنونية، ما شاء الله تبارك الرحمن. أداء مميز. توقيت الزمني 13 دقيقة وواحد وسبعون جزءا من الثانية. المركز الثاني حل خصوصي لناصر بن عبد الله المسند، ما قصر. توقيت الزمن 13 دقيقة ثانية 35 جزءا من الثانية. المركز الثالث بالفعل شعار عتيق بن حمد بن قريع المري مع غزيلان 13 دقيقة ثانية 47 جزءا من الثانية. المركز الرابع، المركز الرابع شعار بن قطامي مسعود بن محمد بن قطامي المري مع معاند، وخامسا دلهام حمد بن فاران بن علي بن حمد المري. تهانينا والناموس.